الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، هذا يوم العيد، يوم أغر سعيد، يوم فرح وسرور وطاعة وحبور. إنه يوم عيد الأضحى المبارك، أعظم الأيام عند الله تعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. إنها أيام مغفرة ومكرمة من الله تعالى، إنها أيام ذكر لله تعالى. فالتكبير شعيرة من شعائر العيد، يعظم المسلم فيها ربه سبحانه ويمجده، ويعبر فيها عن شكره وفرحته وامتنانه لربه تعالى. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا المقام إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات أجمعين. اللهم اغفر للشيخ زايد، اللهم اغفر للشيخ راشد، اللهم اغفر للشيخ مكتوم وإخوانهما شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشمل بعفوك وغفرانك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن كان له فضل علينا. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم سالمين إلى أوطانهم. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والازدهار، واحفظها برعايتك وزدها تقدماً ورفعة وتسامحاً ومحبة، وأدم على أهلها السعادة يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداء الوطن وقوات التحالف الأبرار، وأدخلهم الجنة مع الأخيار، واجزِ أهليهم جزاء الصابرين بكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعاد الله تعالى عليكم هذا العيد وعلينا، وكل عام وأنتم بخير.